اكيد بنعرف كلنا انه جماهير كيو بي ار كثير كانوا يحبوا ليس فيرديناند. في سيرلس. واحد منهم اسمه سيرلس، في واحد منهم اسمه نيك. في الحقيقه هو رغب بعض منهم في لندن بتسجيل رساله، عنده رساله موجهه خصوصا لليز، وليز كمان بعث له رساله. خلينا نشوف بالضبط محوى هاي الرساله مع بعض على الهواء. Hi Celez, not sure you remember this, but back in 93, I sent you a birthday invitation. You couldn't make it, but I received a letter and a photo. Not sure that many footballers would do that nowadays. Hopefully, if I invite you again this year, you might make it. Might not be a football party though. Another Celez signature there. That one a bit more recently. Wally Downs Jr. here, Les. When you went down to do a bit of coaching at Reading with my old man, I begged him to take a shirt in to get signed. I think he was a bit embarrassed, but he was always a massive hero of mine and Nick's. We used to argue about who was going to beat you over Wormald Park. I see things are going very well at Tottenham at the moment, especially with the work you're doing with the strikers. Can't say the same about West Ham, so if you ever fancy getting back down there, I'm sure my old man could do with you lending him a hand. Hope you're well, mate. Have a good night. تفضل. كان عمره 8 سنين وهلا عمره تقريبا يمكن بالعشرينات وما حضرت له لهلا ولا عيد ميلاد. That makes me feel very old. هذا يعني أنني كبير جدا في السن. قبل سنوات كنت أرد على جميع على الرسائل تأتيني وأقوم بإرسالها مرة أخرى. هذه صورة الرسالة، خلي يتذكر صورة الرسالة وصورة الهاند رايتنج. خطك yeah. جميل كان ما شاء الله. The handwriting still the same. لا تزال نفس الكتابة جيدة. تقدر تحكي للناس ايش كتبت له بهاي الرسالة؟ It says لقد you say. It says first of all lots of اولا let me apologize. دعني اعتذر لعدم حضور الى حفل عيد ميلادك، كان كنت استقبلت اليوم عام 93 متاخرا هذه الرساله. شكرا جزيلا لهذه الدعوه، ربما في العام المقبل ساكون اذا تمت دعوتي من جديد. لقد ذلك احدث اتذكر عندما كنت أذهب إلى الجماهير، كانت يتم إرسال الدعوات بعد الحفل تصلني، لذلك كتبت هذه الرسالة وكانوا صغار بالسن، وكان المهم جدا أن تقوم بالرد. ليش ما رحت لهم بعد؟ No, that's what I just explained because لا 94 السنة اللي قلت له ما أروح السنة الجاية، ليش ما رحت للسنة اللي بعدها؟ Well, I didn't get an invite the next year. لا يرسل لي دعوة. Exactly. If I'd got an invite, لا يرسل لي أي دعوة. بعد الفاصل راح نحكي أكثر عن نادي آخر تألق معه ليز فيرديناند، هو نادي نيوكاسل. قبل الفاصل مشاهدينا الكرام دعونا نشاهد هذا المقطع المسلي.